غالبا غالبا الحمله الممنهجه هتفضل مستمره، لكن احنا يكفينا ابطال المفعول. يعني احنا مش هننساق ومش هنمشي مع اي حد يحاول يستدرجنا، وانا هنا بتكلم بلسان كيان الاهلي، مش بتكلم على احمد او ساره او السادسه حتى. فكره محاوله التشتيت المستمره، فكره انك تاخدني لجو صراعات ملهوش منطق ومفيش عقل يقدر يستوعبه، احنا مش هننساق ولا هنرد ولا هنشير لاصحابها لا من قريب ولا من بعيد. المسيره مستمره، الحمد لله الحمد لله تم ابطال المفعول زي ما قلنا، والاستجابه والوعي الكبير والفهم والادراك الكبير الحقيقه اللي انعكس من تعليقات جمهور النادي الاهلي على حلقه السادسه امبارح، على الكلام اللي قلته انا وساره فيه على مدار الحلقه، واللي قالوه زمان الحقيقه في القناه بشكل عام كان اكثر من رائع، وبيدرك الحقيقه ان الجمهور ده عنده من الوعي والادراك اللي يفوت اي فرصه يحاول البعض ان هو يستغلها عشان يوقف المسيره الناجحه جدا للنادي الاهلي، سواء جوه المستطيل الاخضر او بره المستطيل الاخضر، سواء كان المستهدف منها مجلس اداره كابتن محمود الخطيب او شخص كابتن محمود الخطيب او فرقه النادي الاهلي او الجهاز الفني النادي الاهلي. فالجمهور قدر يستوعب الحمله بشكل كبير جدا ويبطل مفعولها بشكل رائع.